السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم. في عام 1993 عندما حطمت مجموعة من العداءات الصينيات 9 أرقام قياسية عالمية في دورة الألعاب الوطنية الصينية في بكين، وتداولت الأخبار بأن المجموعة الصينية استخدمت المنشطات، وبعد الاختبار السلبي تحقق أن المنافسين الصينيين لم يتناولوا أي أدوية منشطة، والمفاجأة بالبحث اكتشفوا أنهم كانوا يتناولون فطرة الكورديسبس يوميا، والذي يدعم بشكل أساسي حيوية الجسم واستمراره ويمنحه قوة للتحمل. وبدأ تسليط الضوء في وسائل الإعلام على فطرة الكورديسبس، والذي تحدث عنه رون تيغاردين وهو عالم متخصص في الوعي الصحي، قائلا أنه عشب لا مثيل له. يعتبر فطرة الكورديسبس في آسيا بمثابة منشط رياضي قوي، إنه لا يحتوي على مكونات ستيرويدية لكنه يحسن الأداء وقدرة بناء العضلات بشكل أكبر. فطرة الكورديسبس لا يصدق، مذهل لقدراته التنظيمية والحيوية ولمكافحة الشيخوخة وتجديد الشباب، وهو مفيد بشكل خاص لكبار السن، كما يستخدمه الطب الصيني التقليدي لعلاج عدد كبير من الأمراض. أظهرت العديد من الاختبارات والدراسات السريرية قدرة فطرة الكورديسبس على علاج أمراض الجهاز التنفسي والخلل الوظيفي، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية. وآخر الدراسات الصيدلانية والسريرية والأبحاث الحديثة اجتمعت جميعا بناء على تجارب سريرية خرجوا بقائمة من الفوائد لهذا الفطر الذي أطلقوا عليه الفطر المعجزة. يقوي مناعة الجسم ويحميه من الإصابة بالأمراض، يزيد بشكل خاص مناعة الأشخاص المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي والإشعاعي، يقوي الجسم بشكل عام ويمنحه الطاقة والحيوية، يعالج آلام الظهر، يعالج التهاب الأعصاب، يخلص الجسم من أثار إدمان الأفيون، يعزز وظائف الجهاز التنفسي ويحسن عملية التنفس، يعالج التهاب الرئة ويخفف أعراض مرض الربو التحسسي، ينظم ضربات القلب، يعزز وظائف الكبد كما يعالج التهاب الكبد الوبائي من النوع باء، كما يعالج التليف، يحافظ على صحة الكلى ويعالج اعتلال وظائف الكلى ويلعب دورا فعالا في حالة الإصابة بالفشل الكلوي، كما يساهم في علاج الجسم من الأمراض المزمنة، يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويخفض من نسبة الدهون الثلاثية ويرفع نسبة الكوليسترول النافع، يدر البول وينقي الجسم من الفضلات والسموم، يزيد الشهية لتناول الطعام، يعالج أمراض البرد والرشح والزكام، يزيد تدفق الأكسجين في الدم وينشط الدورة الدموية، يقوي القدرة الجنسية عند الرجال وينظم إفرازات الهرمونات الجنسية، يزيد استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. بشكل عام يؤخذ فطرة الكورديسبس كمنشط مرتين في اليوم من 2 إلى 7 جرامات كشاي. هل كنت تعلم معلومات عن هذا الفطرة المعجزة؟ أخبرنا عن رأيك في التعليقات ونشكركم على المشاهدة.